السلام عليكم، هانا رجعت لكم ثاني. نبدا اول حاجه هي شكرا لكم بزاف من كل قلب، شكرا لدعمكم، شكرا للتعاليق ديالكم اللي كنقراها كاملين، شكرا لطاقتكم، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. اليوم جيتكم بروسات سهله ديال البراونيز، ما تحتاجوا ليها لا بيض لا زبده لا شوكولاته، سهله بزاف بزاف بزاف، غادي تعجبكم وغادي تحماقوا عليها. نبداو على بركه الله بالمقادير. هنا كيف كتشوفوا عندي مقادير سهله بزاف، وتقدروا اي حاجه تعودوها بشي حاجه اخرى. مثلا هنا عندي كوكيز، تقدروا نتوما اي بسكوي عندكم ديال الشكلاط في الدار، او كيف كنقولوا دواز اتاي ديال الشكلاط ديجا صايبتوها وبقات لكم، ترجعوها بغاوني. هنا عندي 300 غرام ديال الكوكيز، انا اختاريت هاد توب كوكيز، تقريبا واحد تسعود ديال باكيس بحال هادو، معلقه كبيره ديال الكاكاو حيت بغيتها انا يجيني البراونيز كحل بزاف. هنا عندي شويه اللوز، تقدروا تعودوه بحاجه اخرى. وهنا عندي جوج خمارات ديال الحلوى، وعندي جوج ديال الكيسان ديال الحليب، ما يكونوش كبارين بزاف. غادي نشدو الحليب، غادي ندفيه شويه، ومن بعدها غادي ندوزو الكوكيز ديالنا هو والكاكاو، غادي نطحنوهم مزيان حتى يوليو غبرة بحال هاد الشكل، ومن بعدها غادي نزيدو عليهم دوك الخمارات الحمرين، وغادي نحركوهم مع بعضياتهم مزيان، هذوك الحبيبات ما يبقاوش لينا. من الاحسن الخمارات انكم تغربلوهم وتحركوهم مزيان، ومن بعد غنضيفو عليهم داك الحليب اللي دفينا من قبل، ضيفو عليهم بشويه بشويه، حركوهم مزيان. حاولوا ما تسخنوش الحليب بزاف. هنا عندي اللوز، نتوما تقدروا تعوضوه بحبيبات ديال الشوكولات، او تعوضوه بكركاع، تعوضوه باي حاجه عندكم. طحنتو ومن بعدها غادي نضيفو عليهم، نضيفو وغادي نحركو مزيان باش يندمج الخليط ديالنا. غادي نخليهم من بعد على جنب تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى يشرب بعدياتو. من بعد ما دهنت المول ديالي غير بالزيت، شويه ديال الزيت دهنتو، غادي نخبيه في المول ديالي، ومن بعد غنكون سخنت الفران ديالي على 160 درجه حتى 180 درجه، تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت وندخلوا الفران. الوغ نتوما الا بغيتوا ترجعوها كيك، ما غاديش ديروا الحليب سخون، غادي ديروا حليب بارد وغتخليو الخمارات حمرين، وما غاديش تشعلوا عليها الفران من الفوق ومن التحت، غادي تشعلوا عليها من التحت حتى طلع وتبان لكم تنفخات، عاد تشعلوا عليها من الفوق. انا لا، انا اختاريتها تكون براونيز. هاد الطريقه ديجا شفتها عند واحد السيد في تيك توك وبغيت نجربها، عطا جوج ديال الطريقات، انا اختاريت الطريقه ديال البراونيز. سيرتو البراونيز كنحتاجو فيه مكونات بزاف باش نصيبو. هنا انايا قررت انني نزوقو لا كريم فريش، عندي كاس صغير ديال لا كريم فريش، وعندي معلقه كبيره ديال الشوكولات للدهن، غادي نطلع ديك لا كريم فريش ونزيد فيها الشوكولات، حتى هو غنحركو معاها
بالباطور تطلعوا وغنزوقهم من الفوق. تقدروا نتوما تعودوا هاد الكاس ديال لا كريم فريش تعودوا دانون نسوس مع معلقه ديال الكاكاو او معلقه ديال الكاوبيل، تخلطوهم مزيان مع بعضياتهم وديروها من الفوق تسوقوها باش ما بغيتو نتوما. هذا هو الشكل النهائي. انا درت لاصوص ديال الشوكولا من الفوق، ومن بعد درت خويطات غير بالكوردون او بالموس او اي حاجه باش يعطيني بحال الشكل ديال الملفوي، باش ما نخليهاش هكاك سامبل. جات زوينه بزاف، جات بنينه لواحد الدرجه ما كتصورش. بزاف 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 خاصكم ضروري تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير كيف جاتكم. وهنا غادي نحط لكم الانستغرام ديالي، مرحبا بكم كاملين عندي. كنحط لي ستوري تقريبا يوميا، وكنخلي فيه لي بوست تقريبا يوميا. كنتسنى دعمكم دائما. شكرا لكم من كل قلب، شكرا لدعمكم، شكرا لتعاليقكم. نتلاقاو في فيديو جديد، غنتوحشكم بزاف. بسلام عليكم.